مرحبا بكم معنا في موضوع تعريف النباتات البرية ونباتات الزينة وغيرها من النبات. عندنا اليوم نبات التفاف بريء أو التفاف الواهي، نوع نباتي يتبع جنس التفاف من الفصيلة النجمية. موطنه مناطق الوطن العربي المتوسطية وأوروبا، ولكنه انتشر في كل أنحاء العالم. التفاف الطري هو عشب سنوي ومعمر ينتج جذعا رفيعا ومتفرع، يصل ارتفاعه إلى حوالي 80 سنتيمتر. تنقسم الأوراق بعمق إلى العديد من الفصوص ذات الأشكال المختلفة، والتي قد يكون لها حواف مسننة أو فصوص أصغر، والأزهار تحمل رؤوسا زهرة اصطفاف اصطف مع غدا شعر صوفي بعد النضج. إنها مليئة بالعديد من زهيرات الأشعة الصفراء، ولكن لا يوجد زهيرات قرصية. ثمرة عبارة عن قطعة من الأوج يصل طولها إلى سنتيمتر واحد، بما في ذلك الرغب الذوب. يستخدم النبات كنبات سلطة في بعض البلدان. النوع الطري الطازج يشبه الجرجير أو ورق الفجل. لمزيد المعلومات الرابط أسفل الفيديو. لا تنسوا الاشتراك وعمل لايكات وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم.